الصندوق اللي جاهز 16 20 21. طيب جديد الديابي، رحبوا معنا بالشاعر عبد المجيد الذهبي، يا مرحبا ومسهلا. المنشد، المنشد عبد المجيد الذهبي، شاعر ومنشد. منشد، انا اشوف كاريزما، كاريزما شاعر يعني. نعم عبد المجيد الذهبي، يا مرحبا ومسهلا. ينزل بباراشوت الشيخ اتوقع؟ لا لازم انه يكون. يا هلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمه في قناة الواقع نقدم تحية للجماهير الغفيرة وزملانا حاضرين بكل صدق وواقعية، والمبادئ والتقاليد تحدانا ننشر الآداب في صبح وعشية، لا نعد أصحابنا إلا من حدانا مع وطننا قبل قصة تابعية، من هو يشكك ويطعن في ولانا، من هو يشكك ويطعن في ولانا. سلام مرحبا ومسهلا. هلا والله، يا مرحبا ومسهلا الشاعر المنشد يطول بعمرك. المجيد الذهبي، وانا كذلك اقول الشاعر، اقول شوف كاريزماك الله يطول بعمرك. ممكن انك تكتب يا عبد المجيد؟ الله الله اللي ابياتنا كذا. شو قلت لك ابو شرط؟ قلت انك انت شاعر. مو بكتك شنو انت؟ شاعر ومنشد. منشد ترانا المقدم. شاعر ومنشد يعني والله كفو. طيب صح الله لسانك، صح بدنك، دخول فخم مثلك يا عبد المجيد. الله يطول، بيض الله وجهك، الله يطول جمهورك على الشاشه ومحبينك. ايش تقول لهم كلمه يتابعونك الان؟ ان شاء الله باذن الله ان نقدم الشيء اللي ينال اعجابهم باذن الله، باذن الواحد الاحد. وحنا هنا مكملين لبعضنا كلهم. انا داري خليتك جنب حمد، الله يطول مني، الله يطول بعمرك، الله يجزاك خير اطول مني. انا لاني طالعت شو اسمه راسه وصل والله يا ابن هذا شاف اقدم جنبه، هذا بيضيع انا في الكاميرا والله. ابي تجي جنبي، انا ما تشوفني براحم بعيد والله العظيم. طيب كلمك ابو سعود الرجال. انا اقول ما شاء الله حضورك قوي، الله يطول شيء، وانت مثل ما قلت شاعر ومنشد، وان شاء الله نشوف منك، ما اقول انا يا حمد، جمهورك يبي يشوف منك انت يا عبد المجيد باذن الله. ان شاء الله نقدم افضل ما عندنا ان شاء الله باذن الله، والباقي على الله عليه. ولك وللشباب دامهم خصصوا دقيقه بس من وقتهم لكم فاعطوهم كل اللي عندكم، يستاهلون ترى. الله يطول بعمرك، الله يعطيك الصحه والعافيه. عبيد فارس، الله يعطيك العافيه. عندك ابو فارس عبد المجيد، الله يبيض له وجهك، وجهك يا ابو فارس، كلمات وايد ما فيك حيله، عسى الله يسعد راسي. وانا اقول له بعد الله يسهل امرك انت واخوياك بالتوفيق. الله يعطيك الصحه والعافيه عبد المجيد، الله يعطيك العافيه، عسى الله يوفقك.